بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ أن توجه بالشكر للإذاعة ديالكم نيشان الآن. نيشان الآن، شكرا على الاستضافة. بادئ أن أتوجه بالشكر الجزيل للجريدة ديالكم. في البداية هذا الموسم هذا كان أكثر من سابقه، عانينا كثير ماشي شويه على مباريات والتراكم ديال المباريات والاحتكاك ديال المباريات، سواء في الملعب ديالنا سواء خارج الملعب ديالنا، لان هذه البطوله ديال هذا الموسم كنا كنتقارعوا مع اربعه ديال الانديه. سال الشطر الاول من البطوله كنا حنا والفقي بن صالح والجيش الملكي ونادي الرجاء الرياضي والفريق ديال 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 النواصر بيننا وبينه ثلاثه ديال النقاط. بدات البطوله في الشطر الثاني ديال البطوله ولات الحده كثيره ماشي شويه. في الاخير تخلاو على الصداره جوج ديال الانديه، الرجاء الرياضي والجيش الملكي، وبقينا قراب للفريق ديال النواصر. يعني ولات خدامه السرعه النهائيه. الور المباريات اللي خدنا كلهم كانوا قويين، فيهم عدة اعتبارات من الفرق الأخرى، كيكونوا بعد المناح اللي هي خاصة باش الفرق اللي هي مواجهنا، لكن هادشي كلشي بالمجهودات ديال اللاعبين، بالحضور ديال المؤطرين، بالحنكة وبالفريق اللي هو عطى الشيء الكثير في هاد الشطر الثاني ديال البطولة، بالخصوص الثلث الأخير ديال البطولة، حيتاش 15 مباراة اللي غادي نلعبوا هاد الشطر الثاني، نهزمنا ثلاثة وتعادلنا وحدة وربحنا 10 ديال المباريات. هاد 10 المباريات يعني لقينا فيهم إشكال كبير، لا من ناحية ديال الفروق اللي هما داخل الميدان ولا من الفروق اللي هما خارج الميدان. يعني ملي كنقولوا راه كنلعبوا مع أندية، هاد الأندية دي كلها عندها مناح على ود باش يكرازيونا اما على التعادل واما على الهزيمه. لكن المباراه الاخيره اللي لعبنا في الصخور السوداء مع فريق ديال الصخور، في اعتقادي كانت مباراه حاسمه وقويه بزاف، وقلنا مع روسنا راه خصنا نستعدوا بما فيه الكفايه لجوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هي الا انتصرنا غادي نكونوا في اريحيه، إلا تعادلنا راه درنا شي حاجة اللي هي مهمة جدا، لأن الفريق ديال الصخور تعادل غادي يطيحوا ولا يخليه يلعب الأوراق الأخيرة ديالو في بوجنيبة، وإلا نهازم في اعتقادي على أنه غادي يلعب الأوراق ديالو الأخيرة بوجنيبة. لكن الدراري بلاو البلاء الحسن، وخا ما قدمناش مباراة في المستوى لأنه كان ستريس على اللاعبين، واحد العدد ديال الحوايج اللي ما قدموش لنا العرض اللي بغينا، وحنا كنعذروهم لانهم يستحقوا كل التنويه. بطوله كامله خذوها بحده، ماشي مع الفراقي ولكن مع كيف قلت التحفيزات ديال الفرق اللي لعبنا معاهم. وفي الاخير لابد باش نقدم الشكر الكبير للسيد العامل ديال مولاي رشيد ورئيس المقاطعه ديال سيدي عثمان الحاج محمد الحدادي من المنبر ديالكم، لانهم اينما حلينا وارتاح لنا وهما مقدمين لنا الدعم ديال الامن ديال 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 الفريق. اول حاجه كنا سافرنا لبوجنيبه، السيد العامل والسيد رئيس المقاطعه مشكورين بالخصوص الحاج محمد الحدادي على المجهودات اللي قام بها، لانه في الرياضه دائما عطانا واحد التوجه كبير، لاننا حنا في الاعتاب ديال الصعود كان قريب لنا اكثر فاكثر، كل ما حلينا وارتاح لنا وكنلقاو بالدعم ديالو هويا، يعني بالهاتف ديالو كيتصل ولا كيسبقنا باتصال. نهار اللي مشينا لبوجنيبه لقينا اتصال ديالو هو السيد العامل مشكورين من المنبر ديالكم هذا، عطاونا واحد الدعم اللي باش مشينا تما وانتصرنا. نهار اللي مشينا للصخور هذه المباراه الاخرى تاني بالدعم ديال الحاج الحدادي، يعني رئيس المقاطعه والسيد العامل ديال المنطقه مولاي رشيد سيدي عثمان،
يعني بالدعم ديالهم. لولاهم لكن غادي نلقاو مشاكل كبيره بزاف، لان الفرق كيف قلنا كان تحفيزات وكان واحد العدد ديال الامور. الحمد لله ملي كنلقاو الامن كنعرفوا راسنا خصنا نلعبوا الكره وصافي. الامن راه حنا مامنين، ما عندناش اشكال، مشكورين من هذا المنبر ديالكم. وحتى لا كنصعوا ان شاء الله، اول من ساهم فيه هو السيد العامل والسيد رئيس المقاطعه ديال سيدي عثمان، مشكورين من المنبر ديالكم. وما تفوتنيش باش نشكر رئيس المنطقه الامنيه المجهودات اللي كيقوم بها، سواء في الميدان عندنا سواء خارج ميدان الاتصالات ديالو، مشكور هو والخليه ديال الامن اللي كيجيو يسهروا معنا هنايا على التنظيم وعلى السهر الامن ديال المباريات، كيامنوا لنا المباراه حتى كنخرجوا جزاهم الله بخير. وهذا الشيء غادي يكون حتى هو حافز معنوي، لانه عطانا واحد الشحنه كبيره كل ما كنجيو وكنلقاو الامن في الملعب ديالنا. والسيده القائده ديال المنطقه، القائده اللي هي حتى هي كتسول ما من مره على اشنو اللي كيخص في الملعب، وكتكون اما حضوريا واما مع الناس ديال اللي هما كيكونوا المقدمين اللي كيجيو وتيصلوا لها الاخبار ديالنا. فشكرا لهم جميعا، من السيد العامل والاعوان ديال السلطه والسيد رئيس المقاطعه ديال سيدي عثمان الحاج محمد الحدادي. وما تفوتنيش الفرصه باش نشكر الابن ديالو، لانه كاع المباراه الاخرين اللي لعبناه هنا ولا خارج الميدان ديال الدار البيضاء كلهم كان حاضر فيهم، مشكور من المنبر ديالو، لانه فات لعب في هذا الفريق وكيكون له كل احترام حتى هو بالدعم ديالو والحضور ديالو. اعطانا واحد الشحنه واحده اخرى اضافيه، يكفي على انه يكون رئيس ديال المقاطعه والابن ديالو والسيد العامل ورئيس المنطقه الامنيه والسيد الباشا والسيده القائده ديال المنطقه. فمشكورين جزاهم الله بخير. وهاد الصعود راه هما اللي شاركوا فيه الاولين، عاد احنا من وراهم. شكرا جزيلا، شكرا بزاف ماشي شويه للاذاعه ديالكم نيشان الان. شكرا جزيلا، شكرا شكرا. حتى انتوما راكم ساهمتوا معنا في الصعود ديال الفريق بالحضور ديالكم الايجابي. سي عطا بغينا نسولك على المباراه القادمه ان شاء الله بين فريق اللي هو فريق عريق، فريق النهضه السلطاتيه كنعرفوها فريق عريق، واليوم غادي تكون واحد يعني نهار السبت غادي تكون واحد المباراه قويه. كيفاش غادي ديريجو هذه المباراه سي عبد الخالق؟ سؤال في المحل ديالو. اولا النهضه السلطاتيه فريق اللي عنده تاريخ وعنده مرجعيه، عنده مرجعيه وكيمثل المدينه ديال السلطات. ف يعني غادي تكون مباراه قويه بكل صراحه. على وداش الفريق ديال النهضه السلطاتيه عنده خبره، عنده عناصر، عنده مدرب، عنده كفاءه، عنده مكتب، عنده ملعب معشوش بحال ديالنا. غادي يكون عندنا مباراه قويه وخصنا نستعدوا لها بما فيه الكفايه، وان شاء الله ما غادي يكون الا الخير ان شاء الله. راه الميوريغان حنا غادي نعملوا مجهودنا والكمال على الله. الدراري راه كلهم في استعداد لهذه المباراه وموجودين ليها ان شاء الله، وما نخليوش شي حاجه للوقت، وان شاء الله يكون خير. شكرا سي عبد القادر فالوز رئيس فريق وفاء وداد على التوضيح هذا. ومشاهد قناه نيشان الان نكتفي بهذا البث المباشر، والى اللقاء. شكرا. Thank you.